مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح في مضايق الحبوس والسجون وكرب وكربها وذلها وحديدها يتداول أعوانها وزبانيتها فلا يدري أي حال يفعل به وأي مثلة يمثل به فهو في ضر من العيش وضنك من الحياة ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لا ضرا ولا نفعا وأنا خل من ذلك كله بجودك وكرمك إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا هاربا طريدا منجحرا في مضيق ومخبأ من المخاب قد ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة ولا منجا ولا مروى وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلى ولي أنا بعيد العداة لا يرحمنا فقيدا من أهله وولده منقطعا عن إخوانه وبلده يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مثلة يمثل به وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلى ولي أنا فيما يعجل صل على محمد وليالائك من الذاكرين سجود سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البال الفاضي لوجهك الدائم سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما قلت الأرض مني لله رب العالمين اللهم عد على جهلي بحلمك وعد على فقري بغناك
ثوبك في نحري من ظلمني وظلمنا، وأعوذ بك من شره، فاكفنيه بما كفيت به أنبياءك وأولياءك من خلقك وصالح عبادك من فراعنة خلقك وطغاتي عدانتك وشر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله.